ان عديدا من المولدات في المستشفيات ومراكز الرعايه الاوليه باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة. لفظ الأنفاس الأخيرة هذا جاء بعد عدة تحذيرات من نقص الوقود في المرافق الصحية داخل قطاع غزة، حتى أصبح أمرا واقعا في مستشفى بيت حانون شمال القطاع. نحذر من توقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون خلال 8 أيام، ما يعني حرمان 350 ألف نسمة من الخدمة والرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى. فهذا الرجل والذي يقيم في المستشفى منذ 18 يوما بعد أن أوغلت فيه الأمراض، أصبح يفكر في مرضه الذي سيصبح مزدوجا حال توقفت هذه المستشفى عن العمل. أنا مريض أزمة برونكيال، أزمة وضغط وسكر وقلب، وعامل 7 مرات قسطرة، وحاليا أعاني من بعض الفشل الكلوي لأنه عندي الكريانتين 4 في 10. صحتي إذا سكر هذا المستشفى بتدهور، ومش قادرين نأمن لا أولادي بيشتغلوا ولا معنا إمكانيات، لا إحنا ولا كل المجتمع. اليوم كل المجتمع مسكر علينا. أما المواطنون فيرون في نقص الوقود أنه نتاج خلاف سياسي لا ناقة لهم فيه ولا جمل، إلا أنهم هم من يدفعون فاتورة تلك الخلافات. أزمة الوقود في مستشفيات قطاع غزة هي أزمة سياسية طبعا رقم واحد. ثاني شيء يعني اليوم على بيت حنون، امبارح كانت على مستشفى الشفاء، أول قبل كانت على مستشفى شهداء الأقصى، قبل على الأوروبي. يعني فرضا احنا عقد بيت حنون، خلينا عقد منطقتي، يعني مستشفى بيت حنون سكرة، احنا وين بدنا نروح بعديك؟ على مستشفى الاندونيسي؟ ما فيش 2 شيكل نطلع الاندونيسي. هذه الأزمة ليست الأولى على المرافق الصحية، بل كان هناك أزمات سابقة حلت بوجود بعض المانحين. 8 أيام وسيتوقف هذا المشفى عن العمل كما قالت وزارة الصحة بسبب أزمة الوقود التي إذا استمرت ستطال باقي مشافي القطاع. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.